130,000 محدش بقى عارف ايه الصفاره ماشيه ولا عامله ايه، لكن 1-0 النادي الاسماعيلي، واللي جاب الجول علي ابو جريشه من وسط 4 تنفار. الصوره بألف كلمه واللقطه اللي انتوا شفتوها دي لنهائي ما بين الاسماعيلي وانجلبار اللي هو مازيمبي حاليا، نهائي دوري ابطال افريقيا لموسم 69-70. احنا شايفين ازاي الجماهير كلها كانت موجوده في المباراه دي، جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، جمهور المحله، جمهور المصري، جمهور اسوان، كل جماهير الكره المصريه كانت متجمعه في المباراه دي ورا نادي واحد هو نادي الاسماعيلي. ماتش اتلعب في ظروف خاصه، ماتش كبير جدا. الكوره يا جماعه للجماهير، احنا شعب بيحب الكوره، احنا بنتنفس كوره، احنا مش الناس، احنا مش الرياضيين اللي بيطلعوا في التلفزيون يهاجموا ويقولوا ان احنا مش هنشجع الفريق المصري لما يلعب الفريق الافريقي. كل دي تصرفات غلط وهي اللي بتشحن الناس. علشان كده قررنا ان احنا نسترجع معاكم ماتش مهم زي ده، حلقه مهداه بشكل خاص لجماهير النادي الاسماعيلي وبشكل عام لجماهير الكوره المصريه وللاعلاميين، علشان يعرفوا ان احنا دايما كنا ورا فرقنا المصريه ايا يكن احنا انتمائنا لمين او بنشجع مين. احنا في النهايه بنشجع مصر. خلينا نشوف معاكم كواليس ماتش مهم زي ده لاسماعيلي وانجلبير لموسم 69-70. ظروف الماتش ده كانت صعبه بكل المعايير، من توقف بقى للنشاط الكروي من بعد طبعا نكسه 67 ورحيل بعض اللعيبه من القوام الاساسي عن صفوف نادي الاسماعيلي، وكمان اعتزال البعض الاخر منهم، ورحيل المدير الفني الانجليزي تومسون اللي كان ماسك الفريق في التوقيت ده علشان يجي كابتن علي عمر ليقود الفريق في الوقت ده. زود كمان على كل الصعوبات دي ان نادي انجلبير في الفتره دي كان هو اقوى فريق تقريبا في افريقيا في التوقيت ده، وكان لسه واخد البطوله دي قبلها النسختين اللي قبليهم على طول، واصل للنهائي في النسخه الثالثه. مباراه الذهاب انتهت بنتيجه 2-2 بالتعادل ما بين الفريقين، واحرز الاهداف للاسماعيلي كابتن سناري وكابتن سيد عبد الرازق. فكل الظروف بصراحه كانت في منتهى الصعوبه لنادي الاسماعيلي. اللي زود كمان من صعوبه الماتش ان قبل الماتش تم اعلان ان لو على فرض الماتش خلص بالتعادل ما بين الفريقين مش هيكون في وقت اضافي، ولكن هيتم لعب مباراه فاصله. كل ده كان حاطط ضغط عصبي على اللعيبه، ده غير ان كل الشعب المصري بمعنى الكلمه كان ملتف ورا اللعيبه. كل الناس مشتاقه ان هي تروح تشوف كوره، عطشانه تروح تشوف كوره. كل ده كان عامل ضغط عصبي كبير قوي على اللعيبه، ده كان توتر اللعيبه قبل ايام من المباراه. خلينا نشوف معاكم كمان توتر الشارع المصري قبل برضو ايام من المباراه. كل الناس كانت عايزه تروح وتحضر الماتش ده، كان معمول ساعتها سعر موحد للتذكره 5 قروش، تقريبا كل التذاكر خلصت قبل يعني في خلال يعني يوم واحد تقريبا كان كل التذاكر خلصت، وكانوا عايزين الناس كمان كانت عايزه 50,000 تذكره زياده، لكن طبعا ما قدروش ان هم يوفروا ده خوف على الناس. كمان ساعتها اتحاد الاذاعه والتلفزيون قرر ان هو هيذيع الماتش على القناه 5 وعلى الاذاعه المصريه، وكمان الماتش يتعاد بعدها على طول علشان كل الناس تقدر ان هي تتفرج على المباراه دي. وسائل النقل والمواصلات وفروا فيها قرروا ان هم يخفضوا اسعارها في اليوم ده علشان الناس تقدر ان هي تتنقل وما يبقاش في تكدس في المواصلات، وكمان وفروا خطوط زياده علشان تقدر ان هي برضو توصل الناس للماتش. لحد ما جينا ليوم المباراه يوم 9/1/1970، كل الصحف المصريه كانت بتتكلم عن اللقاء ده. اليوم مهرجان القاهره الكبير في لقاء الاسماعيلي والانجلبير. الساعة 2:30 بالتحديد كان ميعاد الماتش. 130,000 مشجع كانوا جوه الاستاد، غير الناس اللي متشعلقة على الأسوار، غير الناس المتجمهرة خارج الاستاد، غير الناس اللي في بيوتها وبتتابع برضو المباراة من خلال التلفزيون. كل الناس في اليوم ده كانت ورا النادي الإسماعيلي وبتقول يا رب. جمهور بتاع كورة فعلا،
والكوره النهارده مساله الجمهوريه العربيه المتحده كله ورا النادي الاسماعيلي وابطال النادي الاسماعيلي. ما في ابدا قولت ان النادي الفلاني ولا النادي العلاني، كله ورا النادي الاسماعيلي، سواء مئات الالوف اللي جوه ولا الملايين اللي جنب التلفزيون. بدانا بتشكيل نادي الاسماعيلي اللي كان حسن مختار في حراسه المرمى، في الدفاع سناري وحوده ميمي درويش امين ابراهيم، خط النص نصر السيد وسيد حامد، وفي الهجوم سيد عبد الرازق وانوس وعلي ابو جريشه ورياض. وطبعا بعد التشجيع ده كله، بعد وجود الناس دي كلها، بيقدر ان علي ابو جريشه يسجل الهدف الاول في الدقيقه 30 من الشوط الاول لصالح نادي الاسماعيلي. ماشي علي وبينقل، وده 3-4 قريبين، وكلام بقى يخلوا كفايه يحط جول، يحط جول اولاني، يحط جول، يحط جول. ادي فاول، ادي فاول، ادي فاول، ادي فاول، ادي فاول ولا ادي اوفسايد ولا ادي ايه؟ مفيش حاجه، انا شايف الحكم والجمهور بيهلل الجمهور وفرحان، لكن لا زال لسه النتيجه اللي انتوا شايفينها اهو 0-0، لا زال النتيجه. وبعدها في الشوط الثاني بيضيف كابتن سيد بازوكا الهدفين الثانيين علشان يخلص الماتش بنتيجه 3-1. اي نعم بيحرز انجلبير هدف، ولكن بيقدر الاسماعيلي ان هو يتوج بالبطوله دي في وسط كل الظروف دي. هي في المقص الدور الثاني، هي في المقص الدور الثاني، هي في المقص الدور الثاني. 2-1 للاسماعيلي. التسعينات في كنشازا وما تحسبش، بس في مصير، مصير، استاذ يحط في المقص الدور الثالث، المقص الدور الثالث، المقص الدور الثالث، والثالث، الثالث، باقي 3 دقايق او 2 ونص، والجول الثالث والجمهور هيكمل. زي ما حضراتكم شايفين الاحتفال الجميل في الصحف، كمان نادي الاسماعيلي اهدى كاس البطوله للرئيس الراحل انور السادات. كلها كانت حاجات جميله، اعتقد ان احنا مفتقدين ان هي تبقى موجوده دلوقتي، مفتقدين وجود نادي الاسماعيلي بالشكل اللي كان بيه قبل كده. بنتمنى ان نادي الاسماعيلي يرجع زي ما كان قبل كده زمان وافضل. الكره الاسماعيليه، الكره اللي دايما بنشبهها بالكره البرازيليه. نتمنى كمان ان كل الجماهير ترجع وتلتف حوالين الانديه المصريه من تاني. واخيرا طبعا بنتمنى ان احنا نرجع في المدرجات من تاني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا ريت استنى لو في حد يكون كان موجود في الماتش ده اليوم ده يكلمنا عنه اكتر.